القارة العجوز لقب لازم أوروبا لسنوات طويلة، لكن يبدو أن الأمر تخطى الألقاب وصار هاجساً وخطراً يهدد الدول الأوروبية. صحيفة لو فيغارو الفرنسية كشفت عن أن القناعات التي تمسكت بها أوروبا على مدار السنوات والعقود الماضية من النسوية والشذوذ فضلاً عن ارتفاع نسبة الشيخوخة، عناصر اجتمعت كلها لتهدد القارة الأوروبية بالفناء كما تقول الصحيفة الفرنسية. أزمة وصفتها لو فيغارو بالانهيار الديموغرافي، وقالت إن سببها كل ما كانت تدعو إليه أوروبا في السنوات الماضية، والذي أنتج التفكك الأسري ومحاربة مفاهيم الأبوة والأمومة والزواج وحتى الأنوثة والذكورة. ووفقاً لدراسة نشرتها لو فيغارو في يناير الماضي، فإن تلك الأزمة ضربت إيطاليا بعمق، إذ سجلت 1,000,000 ولادة في عام 1964 تضاءلت في عام 2022 إلى 393,000 ولادة فقط، مقابل نحو 700,000 وفاة في السنة نفسها. فهل تنجح أوروبا في الخروج من هذا الثقب الأسود الذي خلقته بأيديها، أم أن هناك مستقبلاً قاتماً ينتظر القارة العجوز؟